حتى يعني اتقدم لي فنان من الفنانين كان عايز يتجوزني يعني. مين؟ وهي رفضت. مين؟ دي أول مرة أقولها في حياتي. يلا خلينا نعرف مين. لا مش هقول. قولي. عشان متجوز ومخلف دلوقتي. وعادي وأنت متزوجة، هيدا من الماضي، كنتوا صغار. أيوه. قولي مين؟ مش هتصدق. قولي كرمال. لا مش. قولي الاسم لنطلع فاصل إعلاني، يلا. مش هتصدق. قولي. محمد هنيدي.